Unit 7, Lesson 5. Look, listen, and say. 1. We went to the beach. It was sunny and very hot. 2. I learnt to row a boat, but the weather was cool and rainy. 3. We didn't take any photos because it was windy. 4. I rode on a camel with my dad, but it was too windy. 5. We went shopping in a famous market, and I bought lots of souvenirs. 6. We flew back home, but it was cloudy and I didn't see much. انتهى أعزائي الملف الصوتي، حيكون في هذا الدرس الجديد البسيط. عندنا lesson 5، عندنا holiday weather طقس العطلة، holiday عطلة، weather طقس، الطقس مال العطلة اللي قضاها. طبعا تقدر تعيد الملف وتستمع له، أنا أعطيك بس الترجمة. نحن ذهبنا إلى الشاطئ، كان مشمسا وحارا جدا. أنا تعلمت أن أجدف القارب، ولكن الطقس كان باردا وممطرا. نحن لم نلتقط أي صور لأن الطقس كان عاصفا. أنا ركبت على الجمل مع أبي، ولكن كان الطقس عاصفا جدا. نحن ذهبنا إلى التسوق في سوق مشهور، وأنا اشتريت الكثير من التذكارات. نحن طرنا بالطائرة عائدين إلى الوطن، ولكن الطقس كان غائما، وأنا لم أستطع أن أرى كثيرا. شوفوا أعزائي، يقول cover the pictures، راجع هاي الصور وقل شيئين اثنين نور أو أخوها فعلوه في العطلة. أوكي أعزائي، زين ننتقل للصفحة الأخرى. هنا عندنا number one، يقول weather is cold and snowy، الطقس بارد ومثلج. Weather is cool and mild، الطقس بارد منعش ومعتدل. أعزائي بس ملاحظة، البارد يعني بارد جدا، بارد يعني بارد، بس الكول يعني بارد منعش، يعني بارد يعني طيب، مو بارد جدا. هاي أشبهها شلون، نعطيك إياها مثال، شلون أنت مثلا تخلي مي بالثلاجة ويصير جامد، المي من يصير جامد يعني بيثلج، هذا شو يسميه كولد، الماء كولد. ولكن كول الماء بارد، شلون ماء الحنفية مثلا، أو المي تخليه بالثلاجة لكن ما يبرد حيل، بارد كول، تطلق عليه كول. فالدرجة الحرارة مالش الماء البارد مثلا كول أقل هي من البارد هذا الكولد، فهي كول لطيف أو منعش أو طيب، مو بس تطلق على الماء. إذا الطقس لطيف ومعتدل. Weather is hot and humid، الطقس حار and humid ورطب. زين، In which picture can you see؟ في أي صورة تستطيع أن ترى؟ Boat قارب، fishing and bears marsh، fishing rod bears marsh. يقول في أي صورة أنت تشوف boat قارب، هذا قارب boat، fishing rod عصا الصيد، bears طيور، ومارش هور أو مستنقع شلون الأهوار. أوكي أعزائي، فبيا صورة رقم ايش قد؟ صورة رقم 2. زين.
يا صورة أنت تشوف snow, coats, mountain, snowman. إذا snow جديد، أكو فرق هنا snow جليد مو ثلج، جليد. هاي الطبقات الكبيرة coats معطف، mountain جبل، وسنومان رجل الثلج. يا صورة الصورة رقم واحد، الصورة رقم واحد. زين بيا صورة دا شوف بيتش، بيتش هذا بيتش هنا، أمبريلا بيتش هذا البيتش، أمبريلا هاي الأمبريلا الشمسية، ساند ساند رمل، وبيكنيك نزهة، نزهة أو سفرة. الصورة هي رقم ثلاثة، الصورة رقم ثلاثة. زين هنا يقول يريد أن match the pictures، اقرأ وطابق مع الصور. يقول last summer we went to visit our grandparents in Basra. الصيف الماضي نحن زرنا، نحن ذهبنا، sorry we went، نحن ذهبنا to visit لزيارة our grandparents، إلى يعني grandparents أجدادنا، هاي أجدادنا، هاي جدو، هاي أجداد، صورة. It was hot and humid. كان الطقس حارا ورطبا. We went to the beach. نحن ذهبنا إلى الشاطئ. We sat under an umbrella. نحن جلسنا تحت مظلة شمسية. And had a picnic. واستمتعنا بنزهة. It was great. وكان الشيء رائع. إذن هاي الصورة رقم ثلاثة. Last spring we went to the marshes. في الصيف الربيع الماضي نحن ذهبنا إلى الأهوار. In the south of Iraq، في جنوب العراق. The weather was cool and mild. الطقس كان باردا ومعتدلا، يعني منعش طيب ومعتدل. We went on a boat. نحن ذهبنا في قارب. And saw lots of birds. ونحن رأينا كثير من الطيور. And fish. والسمك. It was a beautiful place. وكان مكانا، كان مكانا جميلا. إذن هذه وين؟ صورة رقم اثنين. الأخرى for our mid-year holiday، بالنسبة لي عطلة نص السنة مالتنا. We went to the mountains. نحن ذهبنا إلى الجبال. To the north of in the north of Iraq، في شمال العراق. It was very cold and snowy. كان الطقس باردا ومثلجا. We made a snowman. نحن قمنا بعمل أو صنع سنومان رجل الثلج. It was fun. وكان شيئا مسليا. Choose a holiday. Talk about it with your partner. اختر عطلة وتحدث معها مع صديقك. عندنا choose a holiday. Talk about it with your partner. اختر عطلة معينة وتحدث مع زميلك. Okay. Where did you go for your holiday؟ أين ذهبت بالنسبة لعطلتك؟ We went to، نحن ذهبنا إلى، كمل. What was the weather like؟ كيف كان الطقس؟ It was، وهكذا تتحدث عن العطلة والطقس وإلى آخره.